Without warning, a dark cloud fills the sky, and then a huge shadow blankets the entire room with roaring that shakes the entire planet. Suddenly, a mysterious floating castle appears out of nowhere. In the blink of an eye, the Power Stone heroes are caught and transported to the floating castle. What will happen to our heroes? Welcome to the Power Stone world. يعطيكم العافية، حياكم الله في فيديو جديد. معاكم يعقوب الحسيني، واليوم معي عبد الله كريم. شلونك العب؟ هلا وياك، هلا شلونك؟ تمام الله يسلمك. اليوم خوش فيديو، لعبة شوي غريبة يونيك، ما حطينا لعبة شيء من قبل. ايام العز، ايام العز، ايام العز. والغريب ان من كابكم من سوت لعبة بالطريقة هذه، شغل فور بلايرز بارتي، وكانت على الاركيد. بس طبعا انا لعبتها اول مرة على الدريم كاست. طبعا اللعبة قاعد نتكلم عنها اللي هي باور ستون 2 من كابكوم، لعبة خلينا نقول تعتبر بارتي. هي تعتبر بارتي جيم، فيها عناصر انش وطق ايه بنفس الوقت، شوي بيتمام على فايتنج على سوبرات، وفيها بلاتفورمينج والمرحلة تتغير وتاخذ اسلحة وتتحول. هي الفكرة مالتها تاخذ ومتحدث وطريقة بازوكا صندوق وتاخذ يعني جواهر هذه تتحول فيها اللي يجمع جواهر. هذا شيء حلو انه يدش مود يتحول فيه وتصير عنده سوبرات وسوالف. طبعا خلينا نجربها العبد باور ستون على الدريم كاست. احنا قاعد نلعب الحين، طبعا تلاحظ هي اربع لاعبين، ولكن انا العبد بنش روحنا وياه. اعطيك سالفه عندك. ايوه شوف، انا اعتقد الاربع هذول ضافوهم كانوا ثمان شخصيات اللي تحت كانوا يدد على الجزء الثاني. من على فكره الشخصيات وايد حلوه. انا بختار كونفو. ترى حلو الكونفو، كونفو عجيب. تنقل كونفو، انقل يومه كيف انت تنقل بطل. انا بنقل بطل، انا بنقل ساموراي لان عبالي هو البطل. لا ما انا عجيب، الوانهم حلوه. وكل واحد عندنا اربع الوان. احنا نقينا الوان ثانيه. تختار الستيج اللي تبيه. انا اشوف من ذكرياتي الستيج هذا حلو مال الساموراي. يلا زين، خلينا نلعب ستيج. رحت مرحلتك زين، شلون يركضون اكثر. رسمه ترى حلوه على فكره. شنو هو رسم اللعبة؟ حلو رسم اللعبة. الارت ستايل ماله حلو، وترى طولت على المنزلة على الكونسول من بعد دريم كاست. ايوه صرت تصاميم اكيمان اللي هو اللي صمم شخصية ستريت فايتر، ستريت فايتر 2. وايضا هيدياكي يوتسونو اللي هو حاليا يمكن مشهور بدراجونز دوغما وديفل ماي كراي، ايضا شغال على اللعبة. بس تسبح هني شوف. مع اننا قاعد نباري بعض. قاعد نباري بعض في دق مطار تشيل الاوبجكتس. انا ناسي شنو الدقم. انت اهم شيء البوكس عندك والنقزه يا ولد، وفي دق ما تشيل فيها ايتمز. ما ادري طبعا الكل يبلش مع جوهره واحده. زين الكل يبلش بجوهره واحده، وعاد لازم تحرك لان الستيج راح يتغير. كاش بيقول لك شفناه. هذه عناصر الالعاب اللي شو طق اللي اقول لك عنها العبد. يصير تاخذ اسلحه اي دق ما ادري. واحدة من اظن ال او الار. نو شوف هنا لازم تصعد. ايوه طبعا عندك دبل جمب العبود، وعندك تشقح طوفه. طبعا يعني المشكله انا ما ادري وين بالضبط الحين على اساس اشقح. اي كاك كاك اصعد فوق، اصعد فوق. لا 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 وين انت عندك دبل جمب. انا ما عندي دبل جمب. اوكي بس انا عندي دبل جمب. او يعني على حسب كل شخصيه كان عندها يعني. طبعا وانت هنا تصعد هذا يطيح وتطيق. في 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 اللعبه في اكشن. ويا تعال اي لا 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 والله عجيبه. طبعا نزلت، انا اذكر حتى على البي اس بي نزلت متاخر لما نزلت. نزلت على البي اس بي متاخر، وش اسمه، وحتى يعني كانت فيها سالفه الفور بلاير على البي اس بي بعد. بس شوف تصعد فوق هني المرحله الحين تتحرك، لازم هني تدخل بسرعه قبل الوقت. شوف سوالف ننجز. يا سلام، لحين ما حد خذ ثلاث جواهر يعني. الضرب لعب وايد. هم ساموراي، هم عندي رمح. تعال انت عندك واحده اعطني اياها. تعال عجيبه اصلا. يعني اذكر ايامها على الدريم كاست، والدريم كاست يعني ما انه كان يعني شو اسمه الجنة هي يطلع لك وسكيتنج ما ماي الشباب بسموها هاي. يا ولد هي جوهرة. لا هني الايتمز لا تحاول تفهم. وطبعا هني عندك هل اذا اخر واحد فينا يتحول يعني. روح خذ يتحول نوريهم.
ايوه الحين انا حركاتي كلها تتغير بس تصير ايضا عندي الحين سوبرات عندك سوبر كنا تسوي مره انسى النعشه انسى انسى النعشه طبعا صاروخ نفسه مع ماريو بس هنا ايوه نفسه مع ماريو بس هنا تحولات ترى عجيبه شوف اروح على النكست ستيج احنا اخذ حطينا يعني حطينا اركيد مود اركيد المفروض انه مو المفروض اربعه المفروض يكون لحظه ستارت مع الار عاده احنا على طول طقينا ما ماشي العاب الدريم عاده تكون في اكو شورت كات خلينا نشوف هنا شوف وان اركيد اوريجينال ادفنتشر ادفنتشر اعتقد اللي هو اوريجينال اتوقع اي اوريجينال اللي هو فيرسس بلاي فيرسس تيم باتل اركيد اركيد اللي هي الاركيد فيرجن زين نعطيها ابو مرحله كذي العبود انا وياك انا بختار واحد من الشخصيات الجديده اللي بهال انا حبيت الكوبوي وايد انا باخذ اكسل انا بنقي وانج تانك وانج تانك كوبريت اند كونكر احنا نلعب مع بعض نوصل مع بعض تبي هذه مرحله الماي مشهوره هي انزين طبعا اجين تقدر تباري طور تعاوني اللي هو هذا او تلعب طور هذا كان شيء حلو من التوصيل فيه التوصيل كان حلو انا وياك ضد اثنين ايوه شيء حلو ومعنا كمبيوتر الحين بعد ننطقه واللعبه تلعب اركيد ستيك نقدر نطق بعض دير بالك لا ايه انا باخذ السكيتنج مش شو اسوي فيه يا ولد اخذ انا جوهره بس تحولت يلا انت تطيحوني خلاص انا خلنا اخذ الجوهره تعودت اوه شنو هذا بديش فيهم يوم سلوح انا فلتكم لا 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 قاعد تجقل برا سيبات ترى عوض بعض ها؟ اي عادي اي اي هني هني عندي مسدس او لا 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 هني اذا رعص يسمونه اكس مثلث تصير مثل تعولت روح طقهم كفو كنوت هذا صار جوكو هذا قاعد طقني انا سجل ما علي السوبر شنو؟ اي هذا جوكو صح؟ جوكو اي والله حد جوكو رشاش مسدس نو في جواهر مو قادر اخذهم اخر جوهره بس تحولت بس فوز عليهم المشكله في هذول يطقوني بس كهذا الحين ما ادري منو خسر ما انا شكلي بخسر الحين لا انا بعد لهنا المشكله بجوهره واحده بس عشان اصير جوكو انا ابي هذا بس خليه ابي اصير جوكو عشان طقيت من المرحله يلا والله شوف جوار ايش كثر من المراتي انا طلعوا شقانا شقه اوكي وين شيل شيء ثاني ما في وين رحت فوق وي يلا دز يلا وين 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 من بقى الحين هذا بس الزبوط حاول تتحول ما انا قادر انا تحولت انا اسف لا عادي وشنو اربع بس اثنين انا اتصلت مع الكمبيوتر انا خوت فيني اي خوت فيك اوكي اكثر مع الزبوط هذا عموما هذا كان فيديو سريع بغينا نوريكم باور ستون شنو كانت العاب البارتي ايام اول انزين هذه كانت يعني لليوم حق اللي بيلعب والله اي صراحه البارتي ترى ضحكنا اتمنى مميزه كانت من كاب اتمنى يسوون جزء جديد او يعني خلينا نقول يبونه بشكل مودرن على فكره جديده يعني مثل ما تعودنا العاب البارتي هالايام احس مو يعني ما لها كاركتر كثر الاجزاء هذه القديمه والالعاب القديمه عموما ان شاء الله عجبكم الفيديو اكتبون لايك سبسكرايب وعلامه طقون هو جرس عشان التنبيهات اول ما ينزل فيديو جديد ان شاء الله يوصل لكم تنبيه ان شاء الله معاكم يعقوب وعبد الله ان شاء الله فيديو قادم مع السلامه